أحيانا الكلمة لا تأتي من داعية ومن صاحب دين ومن صاحب علم، قد تأتي الكلمة من شخص مقصر، من شخص مفرط، وأحيانا تأتي الكلمة من واحد ليس عنده علم عادي جدا، وأحيانا تأتي الكلمة للكبير من الصغير وتؤثر في ذلك جدا. لما حمل أحمد بن حنبل إلى المأمون وكان الناس ينظرون لأحمد وينتظرون أحمد، وماذا سيقول أحمد؟ سيقولون مثله، وأحمد حج بينهم وبين الله، والمأمون يهدد بالقتل من لا يقول بخلق القرآن، وأحمد رفض وحمل إلى المأمون، يعني سيشتد العذاب وسيذوق أشياء ما ذاقها، لأن رأس البدعة عند المأمون والعصابة عند المأمون، وهذه الحاشية السيئة الآن ستشارك في التعذيب وستحمل المأمون على مزيد من التعذيب لأحمد. أحمد كان يتوقع ماذا سيقدم عليه، على أي شيء كان سيقدم. أحمد رحمه الله في ذلك الوقت لا شك أن الشيطان يخوفه، ولكن إيمان أحمد رحمه الله، وكانت أشياء قيضها الله لأحمد، قال: فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر تعنيت؟ فقلت: يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق. المسؤولية، أنت وراءك ناس، إذا زللت زلوا، إذا انحرفت انحرفوا، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، يعني سيثبتون. هذا الرجل يذكر أحمد، مع أنه أقل من أحمد وأدنى منه، لكن كلمات. قال: ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لو ما قتلك المأمون أنت ستموت، ستموت لابد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله. ثم قال: يا أبا جعفر أعد علي. أي ناس تريد أن تستوعب الكلمات وتفهم الكلمات وتعقل الكلمات وتحفظ الكلمات، تحفظ الكلمات وتزداد أثرا من الكلمات. أعد علي. فأعدت عليه وهو يقول: ما شاء الله. قال أحمد: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي. أعرابي واحد جاء من الصحراء، أعرابي سمع أن أحمد محمول إلى الاضطهاد والتعذيب. ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. كان بعض الناصحين يتسللون إلى أحمد وهو في الطريق، محمول في الطريق، مقيد في الأصفاد، يتسللون إليه في الليل ليقول كلمة ويمشي. قال: يا أحمد، دنا من أعرابي، يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، في حال الثبات. قال: فقوى قلبي. قال أبو عبد الله عن محمد بن نوح، محمد بن نوح شاب صغير محب لأحمد، رأى أحمد ثبت ثبت معه، قيد أحمد قيد معه، حمل أحمد حمل معه. قال أحمد: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك، لما يكون منك؟ فاتق الله واثبت لأمر الله
فمات وصليت عليه ودفنته رحمه الله. أحمد جاءه لص في السجن يقول: يا أحمد، أنا فلان مكتوب في الديوان اللص العيار الشاطر الطرار، مكتوب علي كذا ألف جلدة لأني سرقت، إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ فكانت الكلمات تأتي من أشخاص عدة، ممن هو أدنى وممن هو عاصي، الجميع يستشعر المسؤولية في التثبيت، وكانت الكلمات تأتي صادقة، وحتى على التقصير تكون صادقة.